السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. عرض الرقائب والمقريات بعد كده قريش يبدأ حلقة الله حلقة 54 قريش حقوما عمر أسلم وحمد أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ربه قريو صحابتها هاجروا وأبو بكر كمان ربي وفقيو وحياة وشفيو من دعبات ومن عذابات ومن ودو دي بعمر يقدروا ديبو وسلام عمد سلام من حمزة ونع عمر انزت والسقيوم وقوات والسقيوم والنهار انجهر من السلو ودي كعوات وعلى كيف انطوا فقبوا وحلقات ودقبوا من إلا بحر مرقبتهم مشان هدبهم ميت أشياء مغريات مساومات حاجات إذا لم ودق لهم إذا نيدكا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيت من لحد سيت قلنا بو مال من لحد مال قلنا بو جاه من لحد جاه قلنا بو سلطة من لحد سلطة قلنا بو ندى بيلو مقريات حاجات من ندي نلا صرفو بنمطو بيلو كمقريات حاجات أشياء إغراء لقب ديبا ورقبات لقب ديبا نفس لتفتي حكات نقدمو قلو واللي بو يمكن نكسبو ندى بيلو ديبا لا فكرو والنبي صلى الله عليه وسلم ينوع صومتم عند رب العالمين ومؤيدتم رب العالمين القرآن رد ديبون وتم نفر الأكو ديبو والألوكوم هي يعني تم لحد دي العقابل بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبقوات حق عقبال ديبون كده ديب حلقات ومتبه على ديب كتاب اللي نسمع مسك عبد الرقائب والمغريات. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنه ورضي الله عنهما اجتمعوا للشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقال لهم عتبة بن ربيعة العم بشمي من بني عبد الشمس بن عبد مناف وكان سيدا مطاعا في قومه. عتبة كان سيد مطاع ومن بني بن عبد الشمس بن عبد مناف. يا معشر قريش ألا أقوم لمحمد فأكلمه؟ أنا قلتها بيوم دبسكو أنا قلتها بيوم كمبيريو وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنها. أنا دبسكو التهابي وواجهه وتفهم مزلو ولا الحد كان هيبو يمكن يعني لدعوة العباد الربيع له. فقالوا بلى يا أبا الوليد تفضل نيتيني كان هيتو أبا الوليد بقول علو اللي عقبان عقب بن الربيع. فقم إليه فكلمه قال أسقيس دي وانت وتهاجيو ومنك لا ذا الحيز من قلت هاجيو نجد أمره بوجه انت هيرك لحد يكا بلو بيلو. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيسا وهو جالس في المسجد وحده والنبي صلى الله عليه وسلم بنو قسوة على دي المسجد. فقال يا ابن أخي كلهم بن عبد مناختهم كلهم من قريشتهم ويا ابن أخي بليه وهو قبي يعني يا ابن أخي يا إنك منا حيث قد علمت أنت منين أنت من خيارنا أنت حسبا ونسبا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم وأنت أنت معك الوحي سند بمطعكهم فرقت به جماعتهم وصفحت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مدى من آبائه فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعدها. أنت لشيء أنت لما تأكبر شيء عظيم شيء يعني مرة عبيته فنجيهم فنجيلان سون فنجيلهم فنجيو لهم أبو لادهم تفرقت وديك فنجيهم فرعك لموتا منهم ولا لقدي منهم دي بلي على دي بحقي على وبيلك ولا آلهتهم ولا رسفهك ولا أحلامهم ولا سفهك وحتى يحدك أدي أنا عرض بيا بلك وقمعت بيا بلك لقدي بلك كاتب يلي. فقال عليه الصلاة والسلام قل يا أبا الوليد أصنع خلاص تفضل بل أنا سمعك هل يقبليه؟ فقال يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. مثلا تبرع ما تعكها ما تحدم أنت بأموال كلنا يبقى أغنى رجل ديرنا بالتقبل لا تحدى كل من أموالنا تدفع كريب إليه. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. وشرف وكانت ورأي وجاح ديك من قبعيني انقميك وكلمة انت لي توافق دي بقى كان دي انقمي دي بكان دي انا قبل سنعد الان ودى لبو ها الكان قمي لقيا بنت الكا تتكلس كا دي بكان انا قبل بيليو. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ملك ما تحدث عليك ملك موديك دي ابن بيلي. وإن كان بك الباء فاخترنا فاختر أي نساء قريش شئت فنزوجك عشرا. وشنتنا أي أن اسمه من بكاء ودائما تحدث من أنت لن حد يك حرة عسل من نارس نان هاي بكاء من أولادنا هاي بكاء أنت لا حد يك أنت لا عريك هاك أنا كنا بقرة وعسرنا هذا الكبير. وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. وعينات من قبي وحمام من قبي وجنون من قبي سبحان الله حاشا وصلى الله عليه وسلم برضو طبيب كان نحكى دكتور كان نحكى انساري كالولا وبذلنا فيه أموالنا ومن أموالنا فقرك حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى إذا ومنه يمكن يعني إنسان الحمام قال لنا وسكت على يقدر لكن ممكن دام ساري من قبل الساري حين انساري كام دافع كام كل بيليو كل كله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم انتي ما يعجبيو والنبي صلى الله عليه وسلم اعظم واكبر من اليتو. فقال عليه الصلاه والسلام او قد فرقت يا ابا الوليد خلاص كبيري خلاص وضع عن كبيرك وضع عن كبيرك وخلص كبير لبل هلا كلوز من هلا هذا سمع مية فيلي. قال نعم نعم يا ابا الوليد انا خلاص خلص كبير. ابا الوليد يقول لي عتبة بن ربيعة قال فاسمع مني كما أنا سمعكم كاد أن تسمعني بي. قال افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الآيات من سورة الصف النبي صلى الله عليه وسلم لن قرأ أديبه وماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وطوال استمر اندقر قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لك رديو قرار أعطب إن تنكو على إن تديو تنكبا ديوان أقعب السوي على اسمع قول سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. اسمع الله كان بعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ له من سورة فصلت يعني من أولى اسمع الآية 13 قرأ له. وودع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك وقال حسبك. والد يوتف النبي صلى الله عليه وسلم أكف إن لفولة أعطى لا هيكم سرسامها وفرها وأيقنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هي شعر يكو وسحر يكو وكذب يكو وحسد يكو وكهنة يكو وإلا با النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طوالب الوليد بلا الله. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد فتمهيني بالوليد ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ثم قال سمعت يا أبا الوليد النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم سجد قال سمعت
أول النبي صلى الله عليه وسلم سجد إلى سجد سجد قال سمعت قال فأنت وذاك. فقال عتبة إلى أصحابه أولا تكلم اللي هما أبلا وأبا وأولا تلا تقايس من المعلا على فوق أقول وليد قال عتبة برا إلى وذير بوجهة وذير لقايسه بما تكمي هلا الناس قد نطق يا رما تعالى بهالو كأول ما مضى يا أبا الوليد هل كاتو لقد تبدير له يزكى أبو مينا بقبولنا اللي يكبيله وقال أنا أسمعك كل والله كم سليه سامع يعنى ورئي يعنى هي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد شعر يكو سحر يكو كهانت يكو من سامع مريا قريش وقال من طيعوا لقيا من سامعوا لناس تحاقولوا لدموا منه كله كل يتقربوا نهائي لناس ناس للشيء لسعدتوا ما تبر على سعد عزيمته وسعد عبايته وربنا وفقيه أنت سرى من قبي وأدها من قبي عزق لكمتو وجاهق لكمتو ووجهق لكمتو وتوم أصو وتوم قلبو من قبي دام قلبو أمبل وسنة من قبيهيني فخر وفاشق الناتو بي اليوم توم يعني والله سحر يكا سحر تلو ديو والله سحر تلو أنا والله سحر يكو لرأيتي بي اليوم وكم سر اللي لمحاولة تقراء ولا ترقيب ولا محاولة لرقائب تون والدول علو ولا مقياد تون من جهاز بالله فجلت وذي اللي ملوك اللي خايب ان تقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى دعوة الله الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله. سيكون حلقة تتمكن يبقى يبقى حلقة إن شاء الله.